السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله عزيز. طبعا بما انه الفيديو الاول اللي حبيت ان احكي على مرض انتشر بالعراق بشكل واسع بالطيور، اما يعني بالطيور خصوصا ان احنا مربين الطيور عندنا، يعني هو الخير من الله اي، فتعتبر ضمن الهوايات عندنا هواي. فحبيت احكي على احد الامراض المنتشرة عندنا بشكل يعني كبير. طبعا هذا المرض إلى جانب اقتصادي أيضا، يأثر على الجانب الاقتصادي بالنسبة للمربين اللي يربوا قطعان كبيرة. هذا المرض يعرف باسم نيوكاسل ديزيز، أو مرض إحنا الصورة يسموه بالعراق، يسموه الصورة، معروف عنا بهاي المصطلح. يجيك يقول لك الطير ما تبي صورة. طبعا هو اسمه نيوكاسل ديزيز، اكتشف او تم اكتشافه الاول مره بمقاطعه نيوكاسل بانجلترا سنه 1926، وايضا اكتشفوه الاول مره بسنه 1944 بامريكا. طبعا هذا المرض يصيب الديك الرومي، يصيب الدجاج، يصيب الطيور، طيور زين احنا نقول عليها الحمام زاجل، يصيب طيور المائية أيضا تكون حاملة لهذا الفيروس. طبعا الفيروس قلنا احنا المجموعة اللي تسببه تعرف بالبارامكزو فيروس، مجموعة كبيرة جدا من الفيروسات، قلنا اسمها نيوكاسل ديزيز. فترة حضارة هذا المرض من 5 إلى 7 أيام. طبعا خلال هاي الفترة ممكن الطير اللي عندك يكون مصاب حامل للفيروس، ينقل عدوى لكن ما عليه اي اعراض سريريه، ما تظهر عليه علامات سريريه، لهذا السبب ينتشر بدون علمك. طبعا هي فتره قصيره ولكن سرعه انتشاره كبيره، نسبه الهلاكات داخل القطع تقريبا تقدر تقول من 5 إلى 100%، ممكن يصير عندك هلاكات. بالنسبه للفيروس هذا له علامات، علامات السريرية من تبدي تظهر على 3 أشكال: شكل عصبي، شكل تنفسي، والشكل الثالث اللي هو نسميه احنا أحشائي، فيزرال أحشائي داخلي، ما راح تشوفه انت بالعين يعني إلا أثناء التشريح. طبعا الشكل العصبي ممكن يظهر عندك بشكل شلل أو التواء بالرقبة، تجي تبع الطير ما تلقى رقبته ملوية، هسه صاير بالعكس، ممكن هيك يلتف، فهذه واحده من الاشياء يعني، او ممكن مشلول. ايضا تظهر عليه تلقى الطير مالتك يلهث، لهاثه قوي، عطاس عنده، ايضا نقصان بالوزن بشكل مو طبيعي، بالاضافه لانه ما راح ياكل بسبب هاي الحاله اللي عنده الشد العصبي او التواء بسبب شلل بسبب الحالة العصبية. طبعا تلقى عنده أيضا نقصان بالوزن، قلنا إنتاج البيض، إذا كان عندك طيور بياض إنتاج البيض راح يهبط بشكل مو طبيعي، أو إنه يقوم يعطيك الطير بيض ذو قشرة رقيقة أو بدون قشر، أي يعني تشوف البيضة بدون قشرة، طبعا يسموها برشت أو نرمشتة حسب اللي أعرفه المصطلح. هسه نجي بالنسبة لهذا المرض ما له علاج، علاج ماكو لهذا المرض، بس انت تقدر تسوي وقاية تحصين للطيور مالتك. طبعا شي ما ذكرت ضمن العلامات السريرية لهذا المرض يكون اسهال او الخروج اسهال يعني بشكل مائي اخضر، الخروج او يكون يصير عنده اسهال مائي ذو لون اخضر، اخضر باللون، اسهال مائي ذو يعني ذا لون اخضر، ايضا واحده من العلامات كلش مهمه انه تعرف انه طيورك مصابه بنيوكاسل لو لا. نجي هسه لوحده من اهم الاشياء، انه انا شلون احمي طيوري، شلون احمي القطيع اللي عندي عن طريق التحصين، تعطيه لقاحات. اللقاحات تعطيها للطيور من عمر 7 إلى 10 أيام، تعطيه لقاح حي من عمر 7 إلى 10 أيام،
ايضا تعطي لقاح حي من عمر 18 الى 21 يوم، تعطي لقاح حي من عمر 30 الى 35 يوم، هاي لقاحات حية. بالاضافة لانه تعطي لقاح ميت من يصير عمره 16 الى 20 اسبوع، 16 الى 20 اسبوع، هاي اللقاحات كفيلة انه تحمي طيرك من الاصابة. لان احنا عندنا مفهوم خاطئ بالنسبة للوقاية، احنا دائما يعني اشوف هواي ناس من يبدي الطير مالته يتمرض يبدي يعطي لقاحات، ويجي بعدين يقول لك ها والله عندي صار حلاقات هواي. الوقاية انه انت تعطي اللقاح او تعطي العلاج قبل ما يتمرض الشيء اللي عندك، الكائن اللي عندك قبل ما يتمرض تعطي لقاح تعطي علاج، هاي وقاية. اثناء ما تمرض انت تجي تلقحه، هو عنده فيروس عنده تركيز معين بجسمه من الفيروس، انت جا تجي تعطي تركيز اضافي، هذا التركيز الاضافي ممكن انه يقتل الطير، يسوي عندك حالة نفوق او هلاكات بشكل مو طبيعي. فانت الوقاية او تحصين المناعي تعطي قبل الموعد الاصابة بالمرض. كل الامراض كل الفيروسات كل هاي يعني أنا نقول مجموعة الأمراضية اللي هي فيروسات طفيليات البكتيريا أي شيء ممكن إنه يصيب إلى وقت إلى عمر إلى جو معين عمود يصيب الشخص. الفيروسات مثلاً لها موسم أو عمر معين، فتتجي قبل ما يصير هذا قبل ما تتهيئ الظروف للإصابة إن تعطي تحصين. من يجي موعد الإصابة الطير مالتك متحصن ماكو مشكلة. مثل حالة طبعا من ضمن الحالات انه نعرف اكو موسم تتكاثر به القراد او احنا نقول القراد بالنسبة للابقار وما ابقار، فقبل الموعد قبل هاي الفترة يبدون يطون يعني يطون ادوية من تجي هاي القراد يلتصق على جسم الحيوان منع قبل راح تموت وتوقع. فهاي الفكرة مع التحصين، انا حصن قبل ما يتمرض الكائن الحي مو برا ما يتمرض، اثناء المرض ما يصير اعطي اي لقاح ممنوع. يعني هذا الشيء خاطئ جدا، مفهوم خاطئ دارج عندنا، بس المفروض احنا نوعي الناس. اي فهذا احد المفاهيم الخاطئة عندنا بالتوعية اللي انا بالوقاية العفو، هذا احد المفاهيم الخاطئة عندنا بالوقاية، فحبيت انه شوي تشحش عليه. طبعا هاي شيء توضح للناس. طبعا اذا عندك اي استفسار اي شيء ممكن انه احكي به، سؤال استفسار حالة معينة تريد اوضح لك اياها، كل شيء ممكن يخص الطب البيطري اذكر لي بالتعليقات، ممكن ان شاء الله احاول ما اجاوبك بأقرب وقت. ممكن اذا تشي اقدر اسوي عليه ايضا فيديو تدلل من عيوني. بالنهاية راح اقول ان شاء الله تعجبكم الفكرة، اعذروني اذا اكو مشكلة بالصوت بالصورة، لان هاي بداية تجربة ان شاء الله نستمر بها، وان شاء الله نقول بالنهاية في امان الله.